امرأة طافت وسعت ولم تقصر ناسية وارتكبت بعض المحظورات من جماع وغيره ثم ذكرت أنها لم تقصر، ماذا يلزمها؟ هل تقصر ولا شيء عليها أم عليها دم لعدم التقصير وتعفى من المحظورات بسبب النسيان، أم عليها دم لعدم التقصير ودم بعدد المحظورات؟ وهل هناك فرق بين طول الفصل وقصره؟ تقصير من مناسك العمرة لا بد منه، تقصر متى ذكرت ولو طال الوقت، لأنها ما تكمل العمرة إلا بالتقصير. لكن إذا حصل محظورات الإحرام قبل التقصير فالجماع يجب به فدية، يجب عليها ذبح شاة عن الجماع في مكة، توزعها وتذبحها في مكة، توزعها على فقراء الحرم. وأما بقية المحظورات مثل قص الأظافر أو إلقى شيء من الشعر، إلقى شيء من شعر جسمها أو من عانتها أو من رأسها، هذا محظور من محظورات الإحرام. كذلك الطيب لو تطيبت هذا محظور من محظورات الإحرام. فالأحوط لها أن كل محظور أنها تتصدق عنه، أنها تخير بين ذبح شاة توزيعها على الفقراء في مكة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، تخير بين هذه الأمور 3. وأما الجماع فيجب فيه فدية، يجب فيه ذبح فدية.